حاجتين بيعرفونا معالم البشر، الغربة والتعاملات المالية. ده النهاردة نتكلم عن التعاملات المالية، الكلام فيها كتير قوي. مفيش حد مننا ممرش بالموقف ده، حد طلب منك ان هو يستلف منك فلوس، طبعا بيبقى في موقف ضعف وصعب وبيبقى في كرب فظيع، الحقني انا عندي التزام معين، عايز ادفع مصاريف مدرسة ومصاريف كلية، السنة هتضيع عليا، لازم ادفع حالا، فانقذني من الازمة اللي انا فيها، ويديك ميعاد معين على الدفع. فانت تمام، بيصعب عليك الموقف الصعب اللي هو فيه، بتحب تفك عليه يعني وكده، فبتسلفه فعلا. تيجي بقى على الميعاد اللي انتوا اتفقتوا عليه، تلاقيه بيتهرب، ما بيردش على التليفون. حتى لو اجل ما فيش مشكلة يعني، لو اجل بس احترمك وقال لك انا حاسس معاك نأجل وكده، بس اهم حاجة يكون من اولوياته اصلا ان انا، لا انا مش هروح اترفه وما سددش اللي عليا، يكون من اولوياته ان هو يسد اصلا يعني. لكن عادة ده ما بيحصلش، ما بيسيبك لو انت ما سألتش، هو كمان ما عرفش ليه، ما حدش يجري عليك ويقولك لا اتفضل يعني. الواحد بيتوقع بقى كده الشخص يبقى هو الواحد وكده، يبقى مبادر كده ويرد الفلوس عليه، بس مع الأسف ده ما بيحصلش. تلاقي نفسك يا الفلوس راحت عليك، يا اتذليت قوي على ما خدتهم. انا بس عايز أسأل الشخص اللي استلف ده، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هو يعني انت دلوقتي كنت في موقف صعب جدا، والشخص ده مدلك ايده وساعدك وانقذك من ازمة فظيعة، فانت بترد له وبتقول شكرا، بترد له الجميل بان انت زلته على فلوسه وعذبته على ما خدهم، او وكمان ممكن انت اصلا ما تديهولهمش. طب يبقى مين بقى مين اللي استفاد؟ اللي قال لك لا الله يسهل لك، لا والله حنن، لا 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 مش معايا، معلش، لا 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 مش عارف افيدك في الموضوع ده، لا 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 ما عنديش. هو ده اللي فعلا نايم في البيت باله مرتاح، لكن التاني هو اللي انت زليته وعذبته معاك. انت عمرك ما فكرت فعلا ان هو ميستحقش منك ده؟ ده يستحق منك طبعا ان هو تديله فلوس ومعادها وفوقها دعوة كمان. في ناس مريحة في التعاملات المالية، مريحة لدرجة ان انت عمرك ما تتخانق معاهم اصلا على الفلوس. في ناس تيجي تستلف منك تقول لك ان شاء الله باذن الله يوم القبض انا ايه هردهم لك، واظبط ساعتك عليهم، تلاقيه جاي لك يوم القبض فعلا بابتسامه ويقول لك كتر الف خيرك ويدعي لك دعوه حلوه. ده لو استلف منك 5000 مره عمركم ما هتتخانقوا اساسا، انت بتاخد ثواب وبتحل له الازمه، وهو حد محترم وحد مريح في التعامل، فالدنيا تمام، عمركم ما هتتخانقوا على فلوس اصلا. في حاجات تانية مش عارفة يعني زي الناس ما بتاخدش بالها منها. مرة واحدة من الكاستمرز بتاعت الصيدلية، هي كانت بوابة، فكان بقالي كتير ما شفتهاش، وجت تكرر الدواء بتاعها، فازيك عاملة ايه، خير، مالك ايه، كنت فينك ولا ايه يعني. قالت لي قصة فعلا يعني بتتكرر كتير، وانا مستغرب الناس ازاي ما بتاخدش بالها من حاجة زي كده. بتقول لي ان واحدة من السكان يعني ان معودة جمعيات خيرية معينة ان هما يجوا بتديلهم تبرعات وكده، فهي كانت مسافرة، فالبوابة بتكلمها بتقولها يا مدام جمعية كذا وكذا جم وعايزين ياخدوا التبرع بتاعهم. قالت لها اوكي خلاص تمام ادفعي من معاكي. فالست اوكي دفعت من معاها، والمدام دي راحت تقريبا حصلت لها ظروف وتأخرت تقريبا شهر او كده، ما رجعتش بيتها، ونسيت خالص الموضوع ده، وعمرها ما جه على بالها ان البوابة دي فعلا دفعت الفلوس من جيبها، والبوابة دي فضلت يعني مخنوقة من قلة الفلوس فترة طويلة لغاية لما الست دي رجعت وسدت لها، ومش عارفة تجيب دواها، مش عارفة تصرف على بيتها، الفلوس كانت خانقاها. فاللي هو اصلا ما البوابة دي اصلا يعني هي اصلا هي اللي محتاجة تبرع اساسا يعني. فانت ازاي اصلا تخليها تدفع لك مبلغ زي ده وانت ما حسيتيش خالص؟ انت ازاي مش حاسه بالمشكله يعني؟ مش حاسه ازاي ان انت سبتي واحده مخنوقه ومش عارفه تجيب طلباتها الاساسيه ومش على بالك اساسا يعني؟ مش انت اللي تعملي كده، انا بجد فعلا كنت مذهوله اصلا من اللي اتقال.
بيعجبني قوي الناس لما تطلب منك تشتري لها حاجة تقول لك انت معاك تشتريها، وانس ان انت تقول لهم ان انت اشتريت الحاجة يعجلوا بسرعة ان هم ياخدوا حاجتهم ويدفعوا ثمنها عشان فعلا ما يخنقوش اللي قدامهم او ما يضايقوش عليه. لا، في ناس كتير لطيفة وتعاملاتها المالية كويسة. في حركة برضه سخيفة بتتعمل، ان حد يطلب من حد بسيط مثلا يشتري لي معاك مش عارفة ايه او كده، وبعد ما تشتري الحاجة يقولك بمنتهى البساطة لا اصلا انا غيرت رأيي، لا 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 اصل خلاص مش عاوز. انا معودة نفسي ادام انا اديت كلمة يبقى الخسائر هتقع عليا انا، يعني هو ذنبه ايه صحيح؟ وبعدين تاني حاجة، لو حد اشتري لي حاجة ده اصلا كتر الف خيره ان هو تعب وبذل مجهود ودور واشترى وجاب لي احسن حاجة، انا كمان هتقل عليه في ان الفلوس كمان ما توصلوش او ما ترجعلوش او لا نفسه تدبس في حاجة. يعني مش عارفة الناس دي والله بتفكر ازاي. التعاملات المالية يا جماعة بتفضح، يعني بتفضح جامد. انت بتبقى مثلا بتتعامل مع الشخص على انه حد لذيذ وبتناس وبتبقى 10 سنين، ومع اول تعامل مالي شكرا خلاص، ما فيش حد من ناس او من اصول اتصرف بالطريقة دي. لو ما كنتش مريح في التعاملات المالية عادي، ان الناس مش هتقطعك ولا حاجة، الناس هتبقى انت صاحبهم وحبيبهم وكل حاجة، بس من بعيد لبعيد لما تيجي اي حاجة فيها فلوس لا 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 ما يدخلوش معاك في اي حاجة، خلينا صحاب من بعيد لبعيد بس، لا شكرا، ولا بيزنس مع بعض ولا نشارك بعض ولا نشتري حاجة مع بعض، ولا تشتري لي ولا تشتري لك، ولا تحولي ولا احول لك، ولا تسلفني ولا تسلف لك، ولا اي حاجة، خلينا كده حلوين من بعيد لبعيد. انت حابب تكون كده؟ شكرا على فكرة.